الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، تحية طيبة لجميع الإخوان والأخوات المتابعين، مرحبا بكم في فيديو جديد إن شاء الله. اليوم إن شاء الله كنغسلوا في حد شتاء ديال الزيتون اللي هي مازال قليلة شوية، هي دالية وتساوت، نشوفوا عن قرب ان شاء الله. هي هذه تساوت، هي هذه شتله صغيره، شتله صغيره. من الزراعه المكثفه هي هذه، هي هذه داليا تساوت، كتعطي واحد المنتوج كثير ديال الزيت، تقريبا كتعطي 34% ديال الزيت، تقريبا الرقم القياسي اللي كتعطي ديال الزيت. المهم حنا كنغرسو في هذه داليا وتساوت. هذه غير الاربيكوين، هذه تسقى غير بالتيو العادي، التيو ديال الفلاحه. علاش؟ حيت هي زراعه مكثفه، وخا كاع واحد النقطه غطيه غير خارج سميتو، يعني جوج نقطات هنا مستافده منهم، يعني مستافده من جوج نقطات، يعني جات كفاها في السقي. مرحبا وتحيه طيبه لجميع الاخوان والاخوات، والسلام عليكم، والى ان نلقاكم في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم.